شكرا معلقنا الدكتور مروان صالح. إذن انتهت المباراة الأولى في سلسلة مباريات كأس مصر بتقدم نادي الزمالك 1-0. هارد لك النادي الأهلي، نفس الموقف اللي احنا تعرضنا ليه في الدوري، وإن شاء الله كلنا أمل وكلنا ثقة إن شاء الله إن احنا نقدر نعادل بكرة المجموعة 1-1. المباراة بكرة إن شاء الله الثانية هتكون في تمام الساعة 9، وقد تتأخر قليلا زي النهاردة. برجع لضيوفي مرة تانية، كابتن كريم جمعة أهلا بيك للمرة التانية، كابتن إنجي الشامي منورانا للمرة التانية. إيه اللي حصل النهاردة يا كابتن إنجي؟ والله أنا زي ما قلنا يمكن الأول في الاستوديو التحليل الأول، إحنا الماتش إيكوال، الفرقتين حافظين بعض جدا. إحنا عندنا مشاكل ويمكن وضحناها في الاستوديو التحليل الأول، بس إحنا الدروب عندنا جه استقبالنا مش حلو، إرسالاتنا ضعيفة شوية، الفرقة التانية كانت مركزة أكتر في الإرسالات. فطبعا ده العامل الأساسي اللي خلى فرقة الزمالك تنجح، وغير كده اللي هم غيروا ريتم اللعب شوية عن الدوري بنزول بصيرة مختلفة اللي هي هنا، فالدنيا اختلفت شوية مع الفرقة التانية. هنا مش محفوظة بالنسبة للأهلي، فهي بس ده اللي ممكن يبقى عمل دروب شوية مع إصاباتنا اللي احنا كنت حاسس ان فعلا في لعيبة بيلعبوا ومش جاهزين، يعني تقيلة احنا يعني إصاباتنا كتير، إصاباتنا جامدة شوية يعني. لما يبقى المحترفة بتاعتنا عندها غضروف ولعيبتنا الأساسية هي عندها خلع في الكتف، فهو مش مبرر، بس أنا بتكلم على إصابات دي بتدي المعوقات اللي قبل فرقتنا. فهي دي من الأساسيات اللي طبعا اللي احنا يعني بنحاول نلعبها بكل الطرق. كابتن كريم، يمكن النهارده احنا بدأنا المباراة في الشوط الأولاني كنا ماشيين زي ما اتكلمنا، الإرسالات كانت متوجهة، خرجنا اللعيبة الأساسية من الضرب، قدرنا إن احنا نسيطر على الشوط الأولاني، وقدرنا إن احنا نحسم الشوط الأولاني 25-23. بداية من الشوط الثاني الكيرف بدأ يقل قوي، الإجهاد والإصابات بدأت تبان على الفرقة، سبب الإجهاد بدأ أدى لعدم التركيز. الكرة الأولى عندنا كانت ضعيفة جدا، الاستقبال عندنا كان ضعيف، فكان كل الرفع كله عندنا اوت اوف سيستم، والضريبه بقى فيه جهاد يعني اقوى ضريبه في الفرقه كانت الوحيده اللي كانت بتخلص ايه الشامي، طلعت من المباراه بسبب برضو الاصابه. الرساله عندنا ما كانش فعال خالص، كنا بنلعب رسالات سهله جدا. بنزول هنا مكان دانا النهارده عمل تغيير في سيستم وريتم المباراه بالنسبه لنادي الزمالك. البلوكات النهارده عندنا كانت ضعيفه جدا جدا جدا، يمكن احنا كنا بنتكلم على ان احنا عندنا اهم الاسلحه عندنا البلوك، يكاد النهارده المباراه كلها ما خدناش 4-5 بلوكات طول المباراه في مباراه في الشوط الاول بس. البلوكات الاول بالظبط الشوط الاول، يعني في مباراه نهائيه مباراه حاسمه ان انت تاخد 4-5 بلوكات على مدار 4 جيمات، طبعا ده معدل ضعيف جدا جدا، ادى ان الفرقه النهارده خرجت بره التركيز، كانت اوت اوف كنترول الفرقه كلها، ما كانش في حد في تركيزه بسبب الاصابات بسبب الاجهاد بسبب العناصر اللي قلنا عليها كتير، ادى النهارده لهزيمه المباراه. طب كابتن، يمكن الشوط الثاني دايما هو كلمه السر، حتى في ماتشات الرجال كان الشوط الثاني بيفرق معانا، كنا نبتدي كويس او العكس، سواء انت كسبت او خسرت الشوط الاول بيبقى الشوط الثاني هو كلمه السر، هو اللي بيسيطر على الشوط الثاني بنسبه كبيره بيسيطر على المباراه. النهارده الشوط الثاني هو بدايه الدروب اللي حصل لفرقتنا، تبرر ده بايه؟ يعني انا مش عارف، احنا بدانا الشوط الاولاني كويسين جدا، فنشناه كويس، يعني نأمل ان انت في الجيم الثاني ان انت تضغط بالزبط. تاخد الجيم الثاني الثالث، لا هو بدايه الجيم حصل دروب كبير جدا للفرقه، الفرقه ما قدرتش تلم نفسها. فتحس ان الاجهاد والاصابات مع ان عدم توفيق اللعيبه النهارده كتير قوي في الملعب، ادنى ان الجيم زي ما بيقولوا كده فرط منك، ما عرفتش تلم الدنيا خالص في كل المهارات. يعني انت الارسال ضعيف، بيتهاجم عليك بكل الاشكال الهجوميه، التركيبات الهجوميه من نادي الزمالك، ديفنسك ضعيف جدا، تمركزات اللعيبه تحس ان اللعيبه في اجهاد او في حاله كده، حتى بره التركيز التمركز حتى في وقفتهم في الملعب الوقفه غلط، يعني الكور كتيره بتنزل فينا سهله قوي. طب كابتن، شايف ان ممكن يحصل نفس اللي حصل في الدوري ان احنا نعادل السلسله للمباراه الثانيه، ولا شايف ان ده برده مش مضمون، يعني على حسب حالتنا بكره؟ يعني بحكم المباريات مع نادي الزمالك طول الموسم، لا المباريات رايحه جايه، يعني انت الزمالك بيكسبك ماتش الماتش اللي بعدين انت بتكسبه، يعني احنا شفنا الزمالك في الماتش الختامي في سلسله الدوري كان يمكن بنفس حالتنا دي بالظبط، ونزل النهارده كويس، فانت قصدك انه من يوم ليوم بيتغير الحال بالظبط. يعني انت ده كمان دليل المباريات اللي فاتت، يعني انت كسبت كنت تكسب مباراه، الزمالك بيكسب مباراه، الزمالك يكسب مباراه، انت تكسب مباراه، فمباراه النهارده مش مقياس خالص. ولو نادي الزمالك نزل بكره ان هو مقتنع ان هو خد الكاس، لا ما فيش حاجه مضمونه خالص، وان شاء الله نامل ان الاخطاء بتاعت النهارده نتفاداها بكره في مباراه بكره ان شاء الله. كابتن انجي، شايفه مباراه بكره قابله للتعويض، قابل ان احنا نشوف فرقه تانية بكره، قابل نشوف اداء تاني خالص بكره، خاصه زي ما قال كابتن كريم
انه المباريات اللي كانت قبل كده كنا بنتناوب الفوز، يعني مره هنا مره هنا، وبيبقى الحسم في مباراه فاصله. شايفه ده ممكن يتطبق بكره؟ اعتقد النهارده كابتن حمدي هيعمل سكاوتنج كويس جدا على الفرقه تاني، باختلاف السيستم اللي هم لعبوه النهارده بنزول هنا وطريقه لعبها وطريقه يعني تحركاتها ازاي وبتطلع اللعيبه سنجل ازاي. فطبعا ده اعتقد النهارده كابتن حمدي هيقعد وهيعمل تحليل وبكره الفرقه تبقى مذاكره الفرقه دي. فان شاء الله ان شاء الله، بس نامل اصاباتنا ما تكونش ضغط عامل يعني ضغط زادت او او بالظبط عليهم. وننزل تاني بقى بس ريكفري، نلحق بس نعمل ريكفري الساعه 12 بالليل لما عقبال ما هم يروحوا البيت ويروحوا الاوتيل وينزلوا تاني. وبيعتقد بيبقى في تمرين الصبح قبل ما ينزلوا، فده حتى يعني لو ما فيش تمرين يعني انت بتنام متاخر في النوم، فده حد ذاته بتكون صعبه يعني. يعني ده حاجات كتير قوي من العوامل اكيد مش كويسه. ان شاء الله بكره نعوض باذن الله. كابتن انجي الشامي نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا دكتور. كابتن كريم جمعه بشكرك شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر بشكرك ونورتيني وشرفتيني. شكرا كابتن عايز. اعزائي المشاهدين انتظرونا بكره ان شاء الله في يوم طويل في استوديو الابطال، هنبتدي بمباراه كره السله الاهلي ونادي هليوبلس في قبل النهائي، هيكون كره سله سيدات وده دوري طبعا الاهلي وسموحه، انا اسف الاهلي وسموحه لكره السله سيدات، وبعد كده هنروح ننقل مباراه الاهلي والزمالك الكره الطائره. بكره عندنا يوم طويل مع استوديو الابطال، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا غدا باذن الرحمن. شكرا جزيلا.